النجوم وصراع الأبطال الغريمين الأزليين يجمعهما مكان واحد. لا يهم أين يكون، كل مكان في هذه الأرض مستعد لاحتضان هذه القمة. كلاسيكو التاريخ، كلاسيكو السياسة والثقافة والجغرافيا، كلاسيكو الذكريات الأليمة والديون القديمة، كلاسيكو الجنون والفنون وسحر العيون، كلاسيكو الأبعاد المختلفة والأحقاد المتجددة. ريال مدريد في مباراة اليوم التي ننتظر فيها بالتأكيد مرمى تير شتيغن ومرمى كورتوا ومتعة كبرى تصاحب هذين الكبيرين بالتأكيد في كرة القدم. مباراة مرتقبة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبوظبي الرياضية، ننقلها لحضراتكم في ليلة تستحق السهر ولا شك لهذين الفريقين اللذان يبحثان عن إرسال رسالة تطمئن كل جماهير القطبين الكبيرين البارسا وريال مدريد. مشاهدين متابعين وجه لوجه في خط الظهر كرفخال ميليتاو ألابا ومندي وينطلق الآن، نقول يبدأ ويريدون البداية، يريدون البداية، لكن الكرة العرضية البارسا يحاول أن يقترب فيها كرة عرضية، عرضية تأتي ليفا يرتقي وصلت تسويبر بار الضربة الأولى. على أي ودية تتكلمون؟ لا ود بينهم قبل هذه المباراة، لكن نشوف الآن الكلام الواضح، الكلام الواضح. فينيسيوس لو عدى عدى صوب قوية تصطدم، يتحدث عن الموسم ويتحدث عن الاستعداد. يا لها من كرة، هل كسرت العارضة؟ شوف التصويبة القوية، شوف الرقم 18، شوف التصويبة عرضية وصلت إلى بدري، بدري الله تمريرة تصويبة رب حدث طول في الكلاسيكو. عثمان ديمبلي ما زال في البارسا، لم يرحل بعد، لم ينتقل بعد، لم يتفاوض بعد، ما زال في البارسا وفي البلوغرانا. لكن الهدف من التمريرة، من التمريرة، يا بدري يا بدري يا بدري. الكلاسيكو يبدأ، الأولى في العارضة، انظر كيف تشاهد، كيف يمرر، كيف يقرأ. غوندوغان يفاجئهم أولا، بدري يقتلهم، يريد أن يضرب مرة أخرى. ليفا عداد بالدي صواب كرة من غوندوغان إلى عثمان ديمبلي، ليفا يطلب الكرة لكن الكنترول يا ليفا، بعد ذلك بالدي يصوب أقصى اليسار، أقصى اليسار عرضية بتعدي ركلة جزاء، الكرة تصطدم. هل تريد أن تلعب دور الحارس؟ حكم المباراة لا يتأخر، الرد أيضا لا يتأخر. مدريد يقف مع جماهيره من جديد. يا بلينغهام يا بلينغهام، تشافي يخبئ ابتس الرقم 7 ستقدم، بيلعب لك كرة الله عارضة بعارضة، لكن البارسا ما زال متقدم. يا فينيسيوس يا فينيسيوس، الرقم 7 كان لا يهدرها أبدا، الكرة بتتحول. فاز البارسا واليوم ما زال يتقدم. يا فينيسيوس تحتج على ماذا يا فينيسيوس؟ شوف اللقطة الماضية، اللاعب الذي تقدم كثيرا في السنوات الماضية يروح يروح، لكن يفضل التمرير. وصلت إلى بدري، بدري الله، ديمبلي الله، البارسا 20 سنة رودريجو يتقدم الله يا رودري. الاستلام الآن، التمرير الآن، العرضية تأتي، الرأسية لا تأتي، لكن بتتقف حتى وإن كنت لست كذلك، تشعرك بأنك تركض معهم، ومن يعجبه الركض لا يتعب أبدا. يا للقطة أيكما أجمل، انظر إلى التصويبة، انظر مرمى تير شتيغن، تير شتيغن بدوره بيرسل كرة عالية، صناعة من حارس المرمى، لكن يقراها كورتوا، المتابعة تأتي وليفا، ليفا شوف تمريرة تير شتيغن، شوف تحرك عثمان ديمبلي خلف المدافعين، لكن خروج كورتوا وليفاندوفسكي حدوان يلعب الدور الكبير. الكرة تعود الآن من جديد، تصطدم، تصوب يا الله، المتابعة يا رب، التعادل لا يأتي، مستحيل، غير معقول. هل تحرك المرمى؟ من الذي تصد؟
اعتمد عليها ويعتمدون الآن. الله يا دبلي ما هفوة دفاعية، ضغط على مندي هنا من جانب ليفا والخطأ اللي يرتكب. دبلي بعد هدف سجلت له شاهدة في عرضية يا رب، تيرشتيجن يقطعها. نشوف الكرة وصلت إلى عثمان، دبلي يتقدم عدى الله على الوقوف على التمرير. دبلي لعب على لعب، اختار لوقوف رودريجو ينتظر القادمين من الخلف. قوية يا رب، اوه لا 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 لا، مسوين شيء تيرشتيجن لامسه. واعترف اعترف، مش ممكن العوارض في كل مكان تضرب فيك تطلع. تشواميني با عراض في مكان، الكرة ما زالت والريال يعود والريال كروس في الجهة اليمنى. رودري استلم عرضية رأسية، متابعة تذكرة في الجهة اليمنى إلى كارفخال، عدى رودري، رودريكو عدى، فينيسيوس يصوب الكرة صامدا. شوف اللقطة والتمريرة، شوف رودري وشوف فينيسيوس، بعد ذلك إلى لوكا مدرج. الله 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 الله، الكرة تصل. طيب عشان لوكا يا رودريجو، عشان لوكا الكرة بتتحول، لكن الله على المدافع ينجح. مساحات السرعة والمساحات، لعب على اثنين لعب على ثلاثة، عدى مرار، مستحيل يا فيني، ضاعت يا جونيور بعد المرور ركنها، لكن سلنا شوي حتى شوي حبة شوي. شوف شوف فيني، لا تشواميني إلى توني كروس، لا يخرج الكرة، الضغط ينجح البرسا يا رب، مستحيل يا برسا في كلاسيكو العالم يضربون بالحديد بقدم يسرى، لا يهم من يخرج، البرسا يقف على قدميه بأي من اللاعبين. يا لها من ضربة في كلاسيكو العالم، هدف عالمي يسجل، قدم يسرى تعرف طريقها يا فيرمين لوبيز، هل تعرف من الذي خرج ومن الذي دخل؟ انظر إلى الضربة، انظر إلى الضغط، انظر إلى الكتلان، انظر إلى البلوغرانا، انظر إلى القدم اليسرى، لا تصاد ولا تراد، مستحيلة يا كورتوا. لمن عبث؟ لمن عبث؟ لماذا تمد يديك؟ لن تمسك شيء، لن تمسك شيء. فيرمين لوبيز يقدم نفسه في كلاسيكو العالم. تلوم، هل تعرف من يريدونك أن تعوض أم لا؟ هل أذكرك؟ فينيسيوس عدى، فينيسيوس صوّر العوارض، شوب الصعب سواه، سحب عدى صوّرها وتنتظرها في هكذا مباريات. شكرا للفريقين، ولكن ما زال البرسا، ما زال البرسا، ما زال البرسا، ما زال البرسا. شكرا للبرسا على متعة كاملة، شكرا لتشافي على كتيبة تقدم لوحة مذهلة في كلاسيكو العالم. ثلاثية يعودون ويعزفون ويطربون ويمتعون، فيران توريس بالبدلاء، تشافي يقلب الطاولة، يفعلها في الولايات المتحدة، كل شيء كبير هنا في تكساس. كذلك البرسا، كذلك البرسا، كبير يا فيران توريس، كبير يا تشافي، كبير في هذا الكلاسيكو. أصابوهم في مقتال، عاقبوهم، قتلوهم، ثلاثية في مباراة ودية، في مباراة استعدادية، يا لها من نتيجة تقليل.